وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم سن منزلي اللي رائع. شوفوا البنات القوام ديالو، نتمنىكم تبعوا الطريقه ديال التحضير ديالو اللي كيجي ساهل ومكونات ديالته ساهله وفيه نسمات الصراحه كيجي رائع في اي معسلات بحال المسمن بحال البطبوط بحال البريوات، رائع يا البنات. نتمنىكم تبعوا طريقه التحضير ديالو، ولا عجبكم البنات ما تنساوش واحد لايك لايك لايك. سلام البنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نبداو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم سن منزلي الصراحه اللي كيجي رائع وفي اول تجربه يصدق معاك. نبداو على بركه الله. شنو عندنا في هذا العسل البنات؟ عندي قار ديال السكر ديال 2 كيلو، وعندي بكيه ديال السكر، وعندي حامضه، وعندي البنات ليبتون اللي تتشربوه. انا عندي النكهه ديال الحامض، هذا هو ليبتون اللي كنستعمل انايا، فيه الحامض والسكينجبير. الا ما كاينش واخا ما تستعملوش البنات، ولكن انا كنستعملو. هنايا ليبتون، هنايا عندي واحد الكموسه ديال اتاي، هنايا عندي مسكه حره، هنايا عندي عواد ديال القرفه البنات، هنا عندي باديانا على هذا الشكل كتعطينا اللون، كيجي من السما البنات هاد العسل هذا. دابا غناخد الكوكو ديالتي، غناخد الكوكو طا البنات، وغندير فيها هذاك القلب ديال السكر، وغندير السكر حتى هوايا. هاد العسل البنات راه كيجي لجميع اي حاجه ديال المعسلات بحال شكل البطبوط، بغرير، مسمن، بريوات، حلوين، يعني جميع مستحضرات اللي كتكون معسله البنات كيجي فيها هاد العسل هذا. صافي دابا هنايا عندي 2 كيلو ديال السكر، ديال القالب ديال السكر، وعندي بكيه ديال كيلو غادا ندير فيها ايطرون سالمه. دابا ان شاء الله غنبدا غنخلي حتى يذوب ليا هاد السكر. صافي دابا غادا نخوي هذاك الايطرون وغنزيد نص ايطر اخر حتى يذوب ليا، واحد نخليه في الكوكوط واحد المده ديال تقريبا واحد 4 سوايع بحال هكايا ولا 3 على حسب. هنا عندي هذا الكاس هذا فيه نص ايطر ديال الماء. صافي مي يذوب ليا السكر عاد غندير فيه هاد اللوازم الاخرين ديال الحامض وقرفه وداكشي. قوم عيطي لنا هذاك القلب ديال السكر وهذيك البكيه ديال السكر. دابا غنزيدو عليه دوك الطريفات ديال الحامض اللي عطاونا حامضه هنايا كما كتشوفوا معايا البنات. غندير حامضه وغندير هنايا القرفه عواد، هنا عندي هاد المرطوبات ديال القرفه عواد، وهنايا عندي هاد الباديانا غادي نلوحها بحال هكايا كما كتشوفوا البنات. باديانا هنا عندي كموسه ديال اتاي اللي كتعطينا النون وكتنكه لينا. هنايا عندي ليبتون حتى هوايا غادا نديرو. المسكه حره البنات غنخليها حتى لاخر وعاد غنديرها هي والمظهر نطفي بيه. دابا البنات غنسد عليه في كوكوط. دابا البنات غادا نسد على الكوكوط، غنسد عليها المده ديال ربع ساعه حتى تصفر الكوكوط، وغادا نحسب ساعه الا ربع، ساعه الا ربع ونطفي على الكوكوط البنات. نسد على الكوكوط حتى تصفر ساعه الا ربع، ونقص العافيه العافيه مهيله البنات. الا بغيتو ينجح معكم العسل عافيه مهيله وحتى تصفر الكوكوط عاد نحسبوا ساعه الا ربع ونطفيو عليها، وديك الساعه نطلو نشوفوا كيفاش العسل ديالنا كيكون جاهز. ونتبعوا معايا الطريقه البنات. ها هو العسل دابا ديالي طاب وجد بعد ما دازت واحد ساعه الا ربع كما قلت لكم تتصفر الكوكوط ونحسبوا ساعة الا ربع. شوفوا العسل البنات اللون ديالو كيفاش كيجي رائع. صافي ها هو دابا طاب ووجد ان شاء الله. دابا غادا نخوي فيه واحد تقريبا واحد نص قرعه ديال هذا الماء الزهر باش يعطينا واحد النسمه لذيذه البنات كتجي رائعه في الشباكيه ولا في المعسلات. صافي غنخليه واحد المده ديال 5 دقائق يغلي فيه هذاك المزهر. صافي زيد 5 دقائق ونطفي عليه.
صافي. وهالعسل ديالي ما توجد، هنخليه يبات دابا حسن الصباح ونوريكم كيفاش مني كيتقال كيولي الشكل ديالو رائع. عسل منزلي رائع يا البنات. هنا البنات بعد ما طفيت على العسل وخليته ليلة كاملة بيت حتى الصباح دابايا، ها هو كما كتشوفوا ها هو تجمع لي العسل ديالي، ما بقاش جاري. شوفوا القوام ديالو كيفاش جا. كنتمنى البنات هنا الاعجاب ديالكم. عسل منزلي طريقة سهلة واقتصادية والاهم ناجح البنات. شوفوا شو العسل كي داير البنات، رائع ثقيل خاطر وكيجي فيه واحد المذاق رائع بدوك النكهات لي هذوك النسمات لي نستمنه. تمنينا الاعجاب ديالكم البنات. شوفوا شحال كان واحد الكميه كثيره. ما تنساوش البنات واحد لايك 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 وبارطاج بنات لايك لايك لايك.